يسعدني أن أقدم لكم أيضا في عنوان اقتصاد المعرفة الإمكانيات الجديدة الأستاذ ماهر قدورة، وهو ريادي في العمل الاجتماعي في الأردن، حيث أرسى سجلا من مؤسسات الخدمات المهنية المتخصصة بشكل أساسي في الاستشارات الاستراتيجية ودمج النظام والتدريب، وهو له أيضا العديد من المقاولات الاجتماعية مثل ميدان، مبادرة اندفر الأردن، وشركة الشرق الأوسط للاعتمادات المصغرة. سيحاور الأستاذ قدورة كل من الأستاذ أحمد ناصف نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة ياهو شرق الأوسط، والأستاذ نظم النصر الرئيس المكلف لجامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية. فليتفضلوا. بسم الله والحمد لله. أصعب إشي الحلقة لقبل الغداء والحلقة لبعد الغداء، فشكرا للفكر العربي إنه حطونا بهاي الحلقة. يعني موضوع المعرفة مش شغلة جديدة ونقعد نسوي منها شغلة كبيرة. المعرفة موجودة من أيام زمان، ولكن أدواتها تغيرت والحاجة لإلها زادت والفرص فيها زادت. المعرفة هي عبارة عن اقتصاد المعرفة، إنه اليوم وبكرة أكتر الشخص أو المؤسسة أو البلد أو الشركة اللي بتستخدم وتستغل وتستخرج ودي باكيج المعرفة بطريقة فعالة بكونوا منافسين أكتر. فلحنا كعرب بدنا، يعني زي ما بحكوا، بدنا نصير خبراء بالموضوع هذا، الاستخراج والاستخدام، ونخلق فرص للجميع في العمل وننافس الآخرين، وزي ما كنا بالأيام الماضية نجيب من برا ونستكشف ونستخدمها لمصلحتنا وننافس ونسرع. ففي ثلاث نقاط بدي أوضح فيها. أول إشي، الإشي الوحيد اللي بالدنيا اللي بتستخدمه بكبر هو المعرفة، ما بصغر. فكل ما استخدمناه أكثر أفضل لإلنا. الإشي الثاني، إنه المعرفة موجودة بكل جزء من حياتنا، مش مقتصرة على الإنجينيرينج، على الهندسة وعلى التكنولوجيا، موجود بكل شيء، بالزراعة، بعلم الاجتماع، كل هذا موجود فيه. ولكن اللي صار إنه التكنولوجيا الحديثة هاي عم تعطينا فرص أكبر نستخدمها ونوصلها. فالشاطر اللي بيقدر يتمكن من التكنولوجيا والنيو ميديا الموجودة أمامنا. الإشي الثالث، الموضوع هذا موضوع ملح ولازم نتعامل معاه بسرعة وبجدية، مش موضوع ممكن نحكي زي نحكي بالأردن إنه طبقة حجر نقعد نعلق فيه. مهم، ملح، لازم نشتغل عليه وبسرعة وعلى جميع الجبهات. أحسن شيء، أنا محظوظ اليوم إنه في عندي شغل جزئين بهالموضوع المعرفة قريبين على قلبي، الجامعات والجامعات البحثية بالذات والتكنولوجي. في عنا من جامعة ملك عبدالله للعلوم التقنية الأستاذ نظمي نصر، مهندس قاد مشاريع عملاقة في أرامكو، وتم اختياره يقود كاوست جامعة الملك عبد العلوم التقنية. يعني تجربة جديدة تجيب حدا من الفيلد وتحطه في موقع قيادي في جامعة عربية بحثية، هاي تجربة جديدة تستحق نراقبها ونشجع الجميع على مراقبتها ودعمها، عشان هذا موضوع جديد عنا مش متعودين عليه بالعالم العربي. شاب آخر في عنا الأستاذ أحمد ناصف، مدير ياهو في المنطقة، كان بمكتوب لانباعت لياهو، ماركتير مش انجينير، أن احنا وحيدين الانجينيرز، هو البزنس مان بيناتنا. فبدنا نحكي على موضوع المعرفة وكيف نقدر نوصل ونسرع، عشان الموضوع بيتطلب قفزة مش نمشي فيها ببطء. بدي أبلش بالأستاذ نظمي. وين موقع العرب الآن في الاقتصاد المعرفي باختصار؟ مساء الخير. أولا شكرا على المقدمة، وقبل ما أبتدي أحب أشكر أولا
القائمين على هذا التجمع العربي الجميل، وخصوصا سمو الأمير خالد الفيصل المعروف بمبادراته الثقافية والفكرية والتطورية. وشكرا لإتاحة الفرصة لجامعة الملك عبد الله للمساهمة وحضور المؤتمر. جوابا لسؤالك، أنا ودي يمكن نرجع إلى الماضي، ولو أن الكثير يقول أن الرجوع إلى الماضي أمر غير مجدي، إنما مراجعة الماضي شيء مفيد. الإنسان قد يسأل نفسه قبل 1000 سنة لما كان في العالم العربي أو الأمة العربية الثورة العلمية والبحثية أيام بيت الحكمة في بغداد، لما علماءنا علماء العرب قادوا الأمة العربية والعالم بأجمعه في تطور علمي لن ينساه التاريخ، عندما ابتكروا وأبدعوا ولم يقفوا عند هذا الحد، إنما حتى ترجموا الحضارة والفكر والثروة والثورة العلمية عند الإغريق والرومان ونقلوها إلى أمتهم وإلى الأمم المستقبلية. عندما تدخل أي جامعة علمية الآن في رائدة في العالم وترى بنايات ومعاهد مسمى بأسماء علمائنا العرب، عندما ترى أبحاث تدرس إلى الآن بامتداد لأبحاث أجراها الجزيري أو بن سينا والرازي وغيرهم، الواحد يسأل نفسه كمواطن عربي ما سبب هذا النجاح قبل 1000 سنة وما سبب هذا الغياب لمدة 1000 سنة؟ ويمكن الأسباب هذه هي تعطينا أسباب أو مواقعنا إحنا كعرب. طبعا كان الإبداع، كانت الحرية الفكرية، كانت إعطاء المساحة للعلماء، كانت جلب العقول بغض النظر عن أديانهم وعن اعتقاداتهم وعن لغتهم، إعطاء الفرصة لكل من يبدع أن يبدع، إزالة كل المعوقات والقيادة، يعني وقرار قيادي من الخلفاء العباسيين أيامها، طبعا بيت الحكمة كان أيام المأمون، لنرى ما وصلنا إليه. طبعا الآن العالم العربي للأسف، والأخ أمين الناصر في كلمة استبقنا بعرض موجز عن ما أين نقع إحنا كعرب وما بشائر المستقبل، للأسف وضعنا كأمة عربية في هذا المجال لا يبشر بخير الآن. طبعا القياسات والمقاسات كثيرة تقاس الأمم من ناحية السلم الابتكاري، ونحن نقع في للأسف في قاع السلم من ناحية السلم الابتكاري، من ناحية العقول المهاجرة خلال 3-4 عقود الماضية، كثير من العقول العربية البارزة واللي أبدعت برا تركت الأمة العربية وأبدعت خارجا، وأحمد زويل ومصطفى السيد وغيرهم من المبتكرين ما قصروا. لكن أبي أختم يمكن سؤال أو إجابتي لسؤالك بأن مع كل هذه الصورة السوداء اللي يمكن رسمتها لجواب لسؤالك، نرى بشائر مشجعة، مشاريع كجامعة الملك عبد الله مشروع يبشر أن الأمة العربية بخير، وأن في إرادة من القادة بأن حان الأوان للأمة العربية أن تسترجع أمجاد ما فقدناه. مدينة مصدر في أبوظبي مشروع طموح يبشر بخير، مشاريع كثيرة في كثير من الدول العربية، إنما هذا الطريق لن يكون سريعا أو سرعة الرجوع بتكون بطيئة جدا لما فقدناه، يمكن مع الصبر ومع بداية عجلة التحرك، وستكون العجلة كبيرة جدا، بداية حركته بتكون بطيئة جدا، لكن مدام ابتدت الحركة أعتقد أن المستقبل مبشر بخير. أخ أحمد،
يعني أنا بغار ومأهور بس متفائل لما أشوف أولاد الأجاء الغرب عندهم كل شيء متوفر على الإنترنت من معلومة ومن أي شيء متوفر على الإنترنت باللغة تبعتهم، وعندنا بعالمنا العربي في نقص خيالي من هالمعلومة أو كمان اللي ممكن تترجم لمعرفة. إيش الحل من ناحية التكنولوجي من طرفكم؟ يعني اولا طبعا برضو شكرا لسمو الامير خالد والمنظمين للمؤتمر، يعني تشرفنا احنا هنا النهاردة معاكم كياهو. احب اركز اكتر على الواجهة الايجابية اكتر من الواجهة السوداء او الصورة السوداء للمنطقة. ياهو كشركة احنا اكبر شركة اعلامية وأكبر شركة اتصالات في العالم، في أكثر من 650 مليون مستخدم شهريا بيدخلوا على ياهو. ليه ياهو اجت على المنطقة من حوالي سنة؟ يعني ياهو زي ما ماهر قال إن اشترت مكتوب السنة اللي فاتت بمبلغ 175 مليون دولار، فكان استثمار كبير بالنسبة لياهو للمنطقة. ليه هو السبب ده؟ طبعا لأن احنا شايفين كشركة ان في مجال كبير جدا ايجابي في المنطقة، وان في فرصة كبيرة جدا قدامنا من ناحية المحتوى، من ناحية النمو في المجال الرقمي ومجال الاتصالات الرقمي والانترنت. فالنهاردة مثلا نشوف السوق شكله ايه. النهاردة لو نعد كل توزيع عدد توزيع الجرايد باللغة العربية في المنطقة، نعد كل ده هنلاقي ان في 11 مليون هو ده عدد توزيع الجرايد اللي باللغة العربية، ده بكل الجرايد من الأهرام للغد للحياة، كل الجرايد الموجودة 11 مليون. عدد المستخدمين اللي بيدخلوا على الانترنت النهاردة 60 مليون من العرب، و60 مليون ده هو بيمثل 5% من عدد المستخدمين اللي في العالم. حقيقي ان المحتوى العربي بس بيمثل 1% من المحتوى اللي على الانترنت، وهو ده اللي قدامنا. ديت من الحاجات اللي احنا بنركز فيها كياهو على ان احنا ازاي ندعم المحتوى العربي، لان في الاخر احنا شركة اعلانية زي التلفزيون زي الجرايد. المصاري اللي بتدخل عندنا بتيجي من الاعلان، فالاعلان ازاي بيزدهر في المجال الرقمي كل متوقف على عدد الناس اللي بتدخل على الانترنت والانجيجمنت، الوقت اللي بيمارسوه على النت، وهل ديت بتبقى ممارسة بتكون كواليتي يعني بتكون، ولا بتكون كله في الشات وفي المنتديات وكلام ده. النهاردة بنشوف مثلا ظاهرا ان في عدد المنتديات كبير جدا في الوطن العربي، واحنا عندنا في ياهو مكتوب برضو يمكن كان 60% من اللي بيدخلوا على مكتوب كانوا بيدخلوا على المنتديات، ولكن دي ظاهرة لان مفيش محتوى كفاية. فالنهاردة الواحد اللي عايز يدخل يشوف اخر اخبار الرياضة بيدخل يشوف بيسأل على منتدى بدل ما يروح موقع رياضي او موقع اخباري. فده التشالنج اللي قدامنا، لكن في نمو كبير جدا. الستين مليون دول هيبقى الرقم هيوصل لمئة مليون في ظرف سنتين فقط. فالفرصة شايفينها ياهو، شايفينها فيسبوك النهاردة باللغة العربية، والعدد الزوار بيدخلوا على الموقع بيزيد بسرعة جدا. جوجل شايفينها، لكن هل احنا شايفينها كشركات عربية؟ ديت الفرصة اللي قدامنا اللي لازم ننتهزها يعني كقطاع خاص كقطاع عام، لان كل الشركات الدولية شايفين الفرصة. احنا الاسبوع اللي فات اطلقنا في مدينة الرياض اول صفحة لياهو باللغة العربية. الفرق هو ان مش بس هو المحتوى، يعني الفكرة مش بس ان احنا نجيب كل المحتوى، في محتوى كتير كبير جدا في العالم العربي، في كل الجرائد المجلات التلفزيون محتوى كبير جدا، لكن ياهو في 15 سنة من ساعة ما تأسست الشركة عرفنا ازاي نقدر نركز المحتوى للشخص اللي بيدخل بدون ما الشخص يفكر على انا بدور على ايه واهتمامي ايه. بنعرف على طول من المعلومات على الشخص اللي هو بيديها لنا، الخصوصية بتاعته، على هو سنه كام، جاي منين، من اي بلد، بنعرف ان يمكن هيبقى ليه اهتمامات معينة. وبعدين بقى بنتابع ايه اللي بيعمله على الصفحة. فما بيدخل مثلا
شخص من السعودية وبيتابع المنتخب السعودي بنعرف انه مهتم بالرياضة، مهتم بالمنتخب. المرة الجاية ما يدخل على الموقع حنوريه خبر على المنتخب. بس انا شو بفيد انه انا اولادنا او الشباب بعدوا بتفرجوا بس على الرياضة وتاركين كل المعرفة الثانية الموجودة كل شيء ثاني. يعني انا بدي المشكلة انه ما بدنا معظم استخدامات الانترنت تكون بس للتشات. يعني هذا بدي ارجع لك سؤال تعطيني هيك الحلول. بس يعني انا بدي اروح عند الدكتور استاذ نظمي بدك تفكر فيه هذا حتى عشان سؤال. شو دور الجامعات البحثية ودور بأمثلة من جامعتكم؟ بدي أمثلة هيك واضحة وصريحة. شو عم بتسووا أنتم بالجامعة عندكم حتى تمشوا فينا إلى الأمام بالموضوع هذا؟ طبعا دور الجامعات عموما وخصوصا الجامعات البحثية كجامعة الملك عبد الله وسواها في العالم العربي ليس رئيسا فقط، إنما الجامعات هذه هي اللي الوحيدة اللي تقدر تقود تحول العالم العربي إلى اقتصاد المعرفة، تقود بمخرجات الجامعة. يعني ما هي مخرجات الجامعة؟ مخرجات الجامعة خريجي الجامعة كطلاب ونتائج أبحاث الجامعة كنتائج عمل ما يقوم به عقول المتواجدة في الجامعة. إذا تحدثنا عن خريجي الجامعات، إذا استمرينا في أن نخرج طلبة باحثي عن العمل فهذه مشكلة. إذا قلبنا المعادلة وصاروا خريجين صناع فرص عمل، هذا يقلب المعادلة تماما في أي عملية اقتصادية. صناع العمل معناها هم يخرجوا باحثين، يخرجوا بأفكار، الأفكار تتحول إلى مشاريع اقتصادية، والمشاريع الاقتصادية تخرج وتصنع فرص عمل. مخرجات العمل الأبحاث اللي يجروها العلماء المتواجدين في الجامعة، والأبحاث تجرى من عشرات السنين في جامعاتنا لكن لم تصل إلى الاقتصاد. لماذا؟ لأن جميع أو كثير من الأبحاث اللي كانت تجرى تنتهي إلى شلف داخل الجامعة. متى ما وصلنا الأبحاث ونتائج الأبحاث مع المستثمرين خارج الجامعة، الاستثمار قوي في الوطن العربي، هناك أموال متعطشة للاستثمار في نتائج الأبحاث. فمتى ما كانت الجامعة موصلة بين هذه الأفكار والأبحاث مع المستثمر تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي. متى ما بنينا جسر بين الجامعة البحثية والصناعة، المملكة والعالم العربي مليء بشركات صناعية قائدة في العالم. المملكة فيها أرامكو، فيها سابك، الكويت، الإمارات، مصر. لكن يجب أن الجامعة تبني جسر بين العقول داخل الجامعة والشركات الصناعية. تعطينا أمثلة واقعية من جامعتكم؟ أعطيك مثل، مثلا الطاقة الشمسية، أحد أكبر مراكز اللي افتتحت أو على وشك الافتتاح في جامعة الملك عبد الله معهد أو مركز أبحاث الطاقة الشمسية. مركز الطاقة الشمسية في الجامعة سيعتبر أكبر مركز أبحاث الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، مركز على أن العالم العربي فيه ثروة هائلة تسمى الشمس. نحن أمة لا تغيب عنها الشمس، يجب أن نستغل الشمس لتحويلها إلى طاقة. المركز الأبحاث اللي في الجامعة أعطي كل ما يحتاج من عقول وطاقات بشرية لاستغلال طاقة موجودة في العالم العربي وليس في المملكة فقط، لتحويلها إلى طاقة يصدرها العالم العربي إلى أوروبا وأمريكا حيث الشمس لا تجد لها طريق. مركز أبحاث تحلية المياه، أكبر تحدي يواجه العالم العربي الآن تواجد وتوفر المياه. علوم يعني تحلية المياه وأبحاث تحلية المياه في العالم العربي يعني تقريبا معدومة. يعني لما تقارن بين احتياج العالم العربي إلى تحلية المياه وبين قوة أبحاث تحلية المياه في الأمة العربية لا تناسب إطلاقا. جامعة الملك عبد الله افتتحت قبل 3 أسابيع
مركز أبحاث تحلية المياه، وهو يركز على وضع المملكة لتكون قائدة في يعني أبحاث ما تخص تحلية المياه، لتنقل المملكة لتكون مو بس الأول في استخدام المياه المحلة، وبتتواصل مع العالم، ونتواصل مع العالم. وهذا يعني مثلين أقدر يعني يعطيك إياهم لما لدور الجامعات البحثية مع المجتمع ومع الاقتصاد المعرفة. بالنسبة للسؤال اللي طرحته قبل كده على يعني بدي أمثل الناس بتدخل كله على الانترنت وبيعملوا تشات وحاجات ملهاش أهمية كبيرة. أول حاجة يعني إن ياهو أو الانترنت مش هيختلف عن أي وسيلة إعلام تانية. يعني النهاردة الشباب بيعملوا إيه عما بيتفرجوا على التلفزيون؟ برضو بيتفرجوا على الفيديو كليبس، بيتفرجوا على يعني إحنا الانترنت مش بيختلف يعني على إحنا بنعكس اهتمامات المستخدم مهما كان بيتفرج على التلفزيون ولا على ولا بيقرا جريده ولا شيء. يعني النهارده الناس مثلا في مصر تقول بيقروا الاهرام لاي سبب، بيروحوا الاول لصفحه الوفيات وبيشوفوا يعني هل هي ديت يعني كل وسيله اعلام ده الواقع بتاعنا. فيمكن فديت يمكن سؤال اجتماعي وثقافي اكبر من الانترنت والتلفزيون والجرايد. يعني دي حاجه اكبر كبير من كده على اهتمامنا. تاني حاجه ان في الاخر اهتمامات الشباب ما بتختلفش كتير عن اهتمامات الشباب في اي مكان تاني في العالم. اهتمام